يا هلا بالحلم جيتك من زمان، يا حلاتك وانت مت حققي بدي. شوف التيك توك شلون، والله التيك توك فتشي هناك كل الموجودين 54، يم يعني بأول لحظة 87، يعني أول لحظة. يا هلا لعبتنا التيك توك. وداعمين، شكرا يوسف، شكرا. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توني كروس، ما فهمت موضوع، ما حكيت بعد، ترى والله بعد ما حكيت، ما فهمت شنو. شكرا سلطان. زين، السؤال الثاني فرع اي، قلنا شنو هو اختيارات. احنا وين واصلين؟ واصلين موضوع المقارنة والمفاضلة، المقارنة والمفاضلة، الاختيارات، المقارنة والمفاضلة. اوكي، المقارنة شوف هي صفة وتنتهي بـ ER، هاي المقارنة. زين، والتفضيل او المفاضلة هي صفة تنتهي بـ EST، ثالث متوسط. بس نكمل السادس ابتدائي يوم الثلاثاء إن شاء الله، نبدي معاكم إن شاء الله المقارنة والمفاضلة. حاليا عرفنا شنو المقارنة، صفة تنتهي بـ ER، شنو المفاضلة، صفة تنتهي بـ EST. أوكي استاذ، شو وقت أختارهم؟ جاني سؤال مكتوب بيه مقارنة ومفاضلة، أنت افترض نفسك ما تعرف تقرأ. أوكي، مو أكيد، مو مفترض بس أكيد. هسه هذا السؤال جيت أنت لقيت الاختيارات، باوع الاختيارات، شوف شوف شوف، واحد ينتهي بإي آر وواحد ينتهي بإي إس دي، صح لو لا؟ أنت تريد تختار الاختيار الصح. اللي ينتهي بإي آر منه مقارنة، قلنا اللي ينتهي بإي آر مقارنة، واللي ينتهي بإي إس دي تفضيل. زين، شنو أختار وليش؟ يقول لك عندنا قاعدة، إذا وجدنا بعد القوس كلمة ذان، بس مو تنساها لأن يعني بيوم الامتحان بس راح أذكرك بيها، بس أقول لك الذان الER والEST شو وقت تختار تقول لي منو نشوف كلمة ذان. عند وجود كلمة ذان بعد القوس، عند وجود كلمة منو؟ كلمة ذان، لا تنساها لأن يعني هاي المفتاح مال الحل. عند وجود كلمة ذان وين؟ بعد القوس مباشرة. عند وجود كلمة ذان بعد القوس شو نختار؟ نختار أم الER، يعني مقارنة، نختار أم الER اللي هي منو؟ المقارنة. فإذا تجي تلاحظ هسه، شوفوا السؤال اللي جانا هسه، نشوفه موجود عندنا بعد القوس كلمة ذان، مثل ما تلاحظ هاي كلمة ذان موجودة لو ما موجودة موجود. فبما أنه عندي كلمة ذان راح أختار أم الإي آر. من أم الإي آر؟ الذكر. ليش اختارنا أستاذ؟ لأنه عندنا مقارنة. شلون عرفناها مقارنة؟ لأنه موجود كلمة ذان، لأنه موجود كلمة ذان. فعند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار إي آر. على هذا الأساس أنا أختار المقارنة والمفاضل على هذا الأساس. إذا ما موجود كلمة ذان، افترض هسه ما موجودة، يلا خل أسويها بالأبيض مو بالأسود على مود أنت تميز إنه كأنما هي ما موجودة. يلا خل نشوف، شوف هسه ما موجود كلمة ذان صح، شنو تختار هالمرة؟ ما تختار إي آر، تختار إي إس تي. فالقاعدة بسيطة، إذا شفت كلمة ذان اختار لي إي آر، وإذا ما شفت كلمة ذان اختار لي إي إس تي، باختصار يعني حتى ما تعبك ولا تتعبني. تمام، فعند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار ER، وعند عدم وجود كلمة ذان بعد القوس نختار EST. زين، هذا موضوع قواعدي. بعد شنو عندنا قواعد؟ عندنا موضوع الماضي. الماضي أو الماضي البسيط، شنو تريد سمي سمي. الماضي، الماضي هو فعل ينتهي بED. هسه بس أذكرك بيها، أكو فعال شاذة بس أنا ما أدخلك بالموضوع. الماضي هو فعل، شنو من فعل؟ ينتهي، ينتهي ب اي دي. الماضي شنو؟ فعل ينتهي ب اي دي، هاي يعني باختصار. هو طبعا له تفاصيل اخرى وانا شارحها، بس هسه اريد اوصل لك الفكره شلون تجاوب. هو فعل ينتهي ب اي دي، يعني اخر شيء موجود بالفعل حرفين اي دي. يعني مثلا كلمه اي اللي هي انا، بلاي، هذا الفعل بلاي، هذا الفعل مجرد. أما كلمة played،
بلايد يعني بلاي شنو معناها بلاي يلعب. أما شكرا يوسف كفو والله بلايد بالإيدي لا هذا ماضي معناها لعبة بالماضي لعبة يعني أنا لعبته زين. أوكي إيش وقت اختار الماضي يعني إذا جاني واحد مجرد واحد بي إس واحد بي إيدي واحد بي آي إن جي غير كل واحد له دليل إيش وقت اختار الماضي. الماضي ما تختاره بسادس ابتدائي ها إحنا جاي نحكي عن سادس ابتدائي. الماضي ما نختاره إلا نشوف دليل. شنو دليل الماضي هسه قبل شوية شنو دليل المقارنة. دليل المقارنة هو كلمة ذا زين. شنو دليل الماضي؟ دليل الماضي هو كلمة when when I was younger هاي العبارة when I was younger when I was younger عندما كنت أصغر أو عندما كنت صغيرة when I was younger هاي شنو هاي الدليل شنو هاي من أشوفه أختار ماضي when I was younger ماضي قبل من كنت صغير معناها أشوفك أسئلة بخصوص ده الموضوع وينو هيانو 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 باو علي رقم 59 هذا رقم 59 تشوفونه مو خلنا نغير اللون هذا رقم 59 و60 كاتب لي when I was younger حلو هذا دليل منه دليل للماضي إذا ما زال هذا موجود بالجملة راح اختار ماضي. خلنا نشوف الاختيارات شنو الاختيارات الاختيارات عفوا الاولى الثانيه when I was younger لانه شذاك هسه اقول لك ليش when I was younger عندك like وعندك like it like ولايكت like زين ياهو اللي اختاره اختاره بالايدي لان احنا قلنا الماضي هو فعل ينتهي بايدي. اوكي استاذ ليش نختاره بالايدي لانه جاي يقول لك عندما كنت صغيرا وعندما كنت صغيرا ماضي زين استاذ النقطه الاولى شنو شغلته النقطة الأولى هذا الفعل هذا الفعل فعل شاذ هذا المضارع ماله وهذا الماضي ماله المشكلة اثنيناتهم ينتهون بإيدي فالطالب راح يقول هذا لو هذا يحتار فإذا جاك اختيارات ركزوا وياي على هذا الفعل جاي هذا جاي بالكتاب بالمنهج إذا جاك اختيارات وأكو دليل للماضي اختار هذا الفعل فت مفيد يعني أترجم لك الجملة يقول لك عندما كنت صغيرا my parents والداي feed يطعم لو fed أطعمني أطعمني أو أطعموني لو يطعموني بالماضي أطعموني لو يطعموني أطعموني فهذه أطعموني بالماضي زين لأنه الفعل شاذ يعني بس هاي النقطة. أما أي جملة أخرى من تشوف عبارة when I was younger هاي العبارة من تشوف when I was younger راح تختار منه راح تختار الفعل الماضي يعني هسه هاي الوين اي واز يونجر دليل منه دليل للايدي الوين اي واز يونجر دليل منه دليل للايدي ذكرها زين لان باشر بالمراجعه قلت لك من اقول لك وين اي واز يونجر مباشره تقول ايدي زين هذا بالنسبه للماضي زين المستقبل شنو المستقبل اسمه فيوتشر طبعا ها ممكن تجينا كلمه اخرى دليل الماضي بس بالمنهج موجود وين اي واز يونجر اما كلمه باست هم تعتبر دليل للماضي لان هي معناها ماضي يعني in the past في الماضي نفس الشيء زين المستقبل اسمه future future التي واليو هاي تقرأ ش future future زين المستقبل هذا المستقبل شنو دليله أو شنو خلنا نقول هو أنت هسه سألتك شنو المستقبل المستقبل فعل هذا فعل مجرد شنو يعني مجرد يعني خالي من الإضافات لا بي إيدي لا بي آي إن جي لا بي أي واحدة من هاي الإضافات ما بي اوكي لعد شلون نميزه عن المضارع قبل كلمه ويل قبل كلمه ويل اذا شفت الفعل قبل كلمه ويل انت بالمستقبل الويل شنو معناها الويل معناها سوف سوف شنو سوف مستقبل يعني مثلا سوف العب يعني انا بعد ما العب بالمستقبل راح العب سوف اكل يعني بعد ما اكلت سوف اشرب سوف فسوف وفعل سوف وفعل زين ايش وقت اختار الاختيارات يعني مثلا كاتب لنا مثال هنا كاتب لنا I play مجرد أوكي و I played ماضي I played ماضي و I will شوف مستقبل play I will play هسه واحدة شنو واحدة مضارع وواحدة ماضي وواحدة مستقبل على منو أعتمد حتى أختار الاختيار الصح إيش قلنا إحنا
لو شايفين كلمة when I was younger راح اختار الايدي لانه ماضي، لان هذا دليل الماضي. زين، شنو دليل المستقبل؟ دليل المستقبل تحفظ لي اياها شنو هي؟ سنة بعد 2024. يعني انا كاتب لك ان هذا المثال موجود 2050، هاي حاضر لو ماضي لو مستقبل، هاي مستقبل بعد ما صارت، 2050 بعد ما صارت. فانت لازم تفهم منو شفت 2050 معناها بعد ما صار الحدث. بل 2050 ايش راح يصير؟ انا طبعا اذا طيبين I play العب، لو will play سوف العب، ماكو هيك شيء بس كلاوات يعني تفهم كون فكره، ولو انك واحد عمره هسه 30 سنه وبال 2050 يلعب. المهم ان بال 2050 ايش راح يصير؟ I play لو will play، من شفنا كلمه بعدها ما صارت يعني سنه بعدها ما صارت راح اختار الويل بلاي. ليش استاذ؟ لانه هذا دليل المستقبل. وحتى كلمه فيوتشر اللي هي اسم المستقبل، كلمه فيوتشر هم تعتبر دليل للماضي الا المستقبل العفو. يعني مثلا كتبت لك ان ذا فيوتشر في المستقبل، ان ذا فيوتشر انت كلمه فيوتشر كون حفظتها كون فهمتها، ان ذا فيوتشر في المستقبل اي ويل انا سوف اوكي باي سوف اشتري، لو باي يشتري a new car سيارة جديدة a new car. فأنت من شفت كلمة future عرفت أنه أنت بالمستقبل، من شفت 2050 أنت بالمستقبل. فدائما اختيارك يكون will زائد فعل مجرد. ممكن أيضا يجينا سؤال على will زائد فعل يعني زائد مجرد، فهو كاتب لنا بالسؤال I will، I will مثلا go لو going. احنا شو اتفقنا؟ بعد ال will لازم يكون عندنا فعل مجرد خالي من الإضافات، فعل مجرد خالي من الإضافات. فأنت بس تختاره بالآي إن جي لأنه هذا بيه إضافة آي إن جي. الصح منه أنه أختار الفعل المجرد الخالي من الإضافات، لأن قاعدة تقول أنه الويل ما شنو يجي بعده؟ يجي بعده فعل مجرد. الويل يجي بعده فعل مجرد، تمام شباب؟ الويل يجي بعده فعل مجرد. فأنت لازم تعرف أنه دائما بعد الويل أكو فعل مجرد. فنشوف المثال. شوف إيانو كاتب لنا 2050، اوكي دليل منو؟ دليل المستقبل، دليل المستقبل. شوف لازم يجيب لك ويل، لازم ما زال اكو دليل المستقبل لازم عندك ويل. راح تقول استاذ اثنيناتهم ويل، ياهو اختار. هاي المثال يعتمد على المعنى، يعتمد على المعنى. الويل بي خطا اقول لك ليش؟ لانه يعني يقول لك في بال 2050 اي ثينك روبوتس انه الروبوتات فراغ اول كوكينج اند كليننج سوف تفعل وليس سوف تكون. الويل دو سوف تفعل، والويل بي سوف تكون. ويل دو سوف تفعل، والويل بي سوف تكون. فيقول لك سوف تفعل كل اعمال الطبخ والغسيل الروبوتات بال 2050 هاي حول من نصير متطورون. زين هنا عباره وين اي واز يونجر، هاي اللي كنا حافظينها قبل شويه كانت دليل. شنو ناقصه؟ وين اي فراغ يونجر، منو ناقصه؟ كلمه واز. وين اي واز يونجر، وين اي واز younger. شوف جايب لنا اختيارات was lower. انا اعرف انه عباره I تاخذ was، when I was مو when I were، when I was. زين هذا الموضوع اذا انت طالب ذكي راح تعرف انه هو مقارنه او تفضيل، شرحته باول ما بدينا البث. مقارنه او تفضيل شلون عرفنا؟ لانه وحده تنتهي بالاي ار وواحده تنتهي بالاي اس تي. شنو القاعده؟ شنو القاعده مع المقارنه والتفضيل شباب؟ قلت لك عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار إي آر، عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار إي آر، عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار إي آر. فإحنا نجي نشوف بعد القوس منو. هذا المثال بعد القوس عندي كلمة ذان، فما زال عندي كلمة ذان راح أختار أم الإي آر. منو أم الإي آر؟ هي الثكر. منو أم الإي آر؟ هي الثكر. فعند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار إي آر. زين عندنا خلصنا المقارنه والتفضيل. هسه عندي كلمه اوبوزيت وبتوين، هاي مهمه جدا. اوبوزيت وبتوين ممكن تجي اختيارات، نشوف شنو هذا الاوبوزيت والبتوين. شنو هذا؟ لا 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 نحتاج المهال. اوبوزيت او بتوين
هذه حروف جر أو ظروف للدلالة على المكان. between معناها بين، تريد توصف مكان وتقول هو بين المدرسة والشارع، بين مثلا البيت الكبير والبيت الصغير. مثلا سألتك أنا قلت لك وين الصيدلية، تقول لي بين المستشفى ومحل الحلاقة، بين، بين اثنين شرط، بين اثنين لازم يكونون اثنين. أوكي، أنت جاي توصف شيء بين اثنين، يعني مثلا هذا المربع وهذا المثلث وهاي الدائرة. سألتك على الدائرة، الدائرة شو تقول لي؟ تقول لي between منه، بين المربع والمثلث، between square and triangle، يعني بين المربع والمثلث، هذا القصد. زين، أو مثلا هذا علي، أوكي، وهذا أحمد، هذا علي وهذا أحمد، بيناتهم ريم، لا لا بيناتهم سعد، بيناتهم سعد. سعد إيش راح نقول؟ راح نقول سعد is between علي and أحمد، بينهما. أيضا ممكن يجي ومرة جاء أنا إيش عليه، ممكن يجي كاتب لي one، العفو two is between، يعني شنو between؟ بينه. طبعا هي ايش تنكتب، يعني علشان نكرر ما ادري، هاي خطا املاء هسه نعدلها. between 1 and 3، يعني شنو قصده؟ يعني الواحد اثنين، بين الواحد وثلاث، اثنين بين الواحد وثلاث، شوف اثنين بين الواحد وثلاث. فالقصد انه كلمه between معناها بين اثنين، بين اثنين. نعدل املاء، هل انا مكتوبه خطا؟ هي انا اشوف شلون مكتوبه هي الصح. between، زين، فإملاءها الصح يكون كالتالي. سوري شباب، أوكي، هاي كلمة between. بعد عندي كلمة opposite. opposite معناها مقابل، وتجي معناها معاكس، مقابل أو معاكس. إذن هذه بين وهذه معاكس، هذين الاثنين يجين اختيارات. أوكي، منو أختار؟ باختصار انت مو تجي للقوس، هذا مو القوس، مو بي كلمه between وكلمه opposite. شوف لي هنا راح تجيك جمله، هاي جمله هنا بعد القوس، اذا موجود بالجمله كلمه and، ليش and؟ and شنو يعني؟ مثلا علي مثل ما قلنا واحمد، سياره بيضاء وسياره حمراء بيناتهم. اذا موجود كلمه and نختار البتوين، اذا موجود كلمه and ايش نختار؟ نختار البتوين. إذا ما موجود كلمة and نختار الأوبزيت. إذا موجود كلمة and نختار البتوين، وإذا ما موجود نختار الأوبزيت. فأنت تجي مثلا على الجملة، هاي الجملتين الأخيرات طبعا آخر القواعد، باوع لنا عندك بتوين وأوبزيت، اتذكرت أنه البتوين أم الآند. تعالي على الجملة بعد القوس، هاي الجملة بعد القوس، أكو كلمة and، ما موجودة كلمة and، فما زال ما موجودة كلمة and، ما أختار البتوين. الاختيار الصح منه؟ الاختيار الصح هو opposite. شكرا أبو عبد الرحمن، شكرا. فما اختار البتوين، ليش؟ لانه ما عندي كلمه and، لان احنا اتفقنا انه البتوين تربط شيئين. زين، الجمله اللي بعدها يريد مني opposite وبتوين، شوف opposite وبتوين، اريد اختار. زين شنو اختار؟ باوع الهين our school، هذا المكان الاول، and the bus situation، our school and the bus situation. يعني الربطه ما زال موجود كلمه and، لا هالمره اختار منه، اختار البتوين. ليش اختار البتوين؟ لانه ايش جاي يقول لي؟ خلنا نقراها. يقول there is a new bank، هناك بنك جديد، بنك جديد، بين لو مقابل، بين لو مقابل مدرستنا ومحطه الباصات. ما زال اكو و بين، راح يصير يعني بين محطتنا، العفو بين مدرستنا ومحطه الباصات. اما بالجمله السابقه اللي قبلها كاتب لي ذا شوبينج مول، مول التسوق ايش بيه؟ از فراق ذا تي في سنتر. ما يصير تقول مول التسوق هو بين مركز التلفاز، ما يصير بين مركز التلفاز، لازم تقول بين مركز التلفاز وشيء اخر، صح؟ فهنا مقابل لمركز التلفاز، مقابل لمركز التلفاز على هذا الاساس. فهسه عرفنا شنو البتوين والاند، العفو البتوين والاوبزيت. فدليلنا منه هسه نرجع مراجعه سريعه، ايش وقت تختار الاي ار والمور، العفو الاي ار والاي اس تي، عند وجود كلمه ذان نختار اي ار. هسه هيك 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 اريدك تراجع،
من تشوف كلمة ذان تختار إيار الماضي، من تشوف عبارة when I was younger. شنو الماضي؟ الماضي أبو الإيدي، الماضي أبو الإيدي. إذا من أشوف إيدي شو وقت اختارها؟ عند دليل مالك when I was younger. المستقبل سنة بعد 2024، أي سنة بعد 2024 تعتبرها مستقبل. شنو هو المستقبل؟ لازم يكون عندك will زائد مجرد، will زائد فعل مجرد. فشوف ليش اختارنا will، يعني عنده 2050. ليش اختارنا will؟ لأن عندي كلمة future، future معناها مستقبل. زين، هنا ليش اختارنا go؟ لأنه الويل تريد بعدها فعل مجرد، لأنه الويل تريد بعدها فعل مجرد. opposite between، من نشوف كلمة and راح نختار between، من نشوف كلمة and راح نختار between. يا شباب هذه مختصرات يعني لتوصيلك للنجاح، والآن من أدرسها يعني كمعنى وكأفهمك شلون تحكيها بالإنجليزي أكيد تختلف، بس هسه جاي أعلمك طريقة شلون تختار فقط. يعني هسه ما جاي نحكي إنجليزي، هسه جاي نعرف شلون نجاوب، شلون أنجح. زين، هذا بالنسبة لقواعد اللغة الإنجليزية. السؤال الثاني فرع أي، السؤال الثاني فرع أي. هسه مراجعة بالأسئلة، فقط بالأسئلة، وأنا كطالب ثالث متوسط شلون أجاوب؟ العفو ثالث متوسط، شو ببالي أنتو الطالب ثالث ابتدائي شلون أجاوب؟ فنجي على السؤال الأول. طبعا قلنا يا سؤال، إحنا بالسؤال القواعد، السؤال الرابع الثاني فرع أي، السؤال الثاني فرع أي اللي هو اختر الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. شنو تسوي؟ أول شغلة تسويها إنه تكتب الأرقام، يعني بالدفتر مالك أهم شغلة. ترى الإنجليزي ما تطول بيه بالدفتر يعني بالامتحان. ليش؟ لأنه الإنجليزي ما بيه كتابة، اختيارات توصل، بس الإنشاء والتنقيط هذول راح يطلبون منك كتابة، أما الباقي كله لو ترو لو فولس لو اختيار لو هيك. سوري، تجي عاد أنت على الدفتر مالك بجواب السؤال الثاني، تكتب السؤال الثاني فرع أي، تبدي ترقم الأرقام بهالشكل هذا، 1 2 3. زين، 4 5 6. زين، عندك وحدة ترك لا تنسى، أعتقد هاي لازم نكبر حجمها لأن ما تبين. زين، بس تكبر ما أعتقد تكبر. والله ما أدري. المهم، المهم انتو قلسوا عاد ايش دعوة يعني الا خلنا نكبر حجم هاي الحلول. زين، انت من كتبت الارقام وتريد تجاوب، يا ولد والله الايباد بيخلل، هذا اسود اريد اسويه احمر ما يصير، اعوذ بالله ان الشيطان الرجيم. اليوم اكو واحد حاطلنا اي شيء ماسك له قناص ويشتغلنا. اي هسه تمام، السؤال الثاني قلنا فرع أي، تكتب الأرقام، يعني هاي راد لها شرح والله حتى هي. ستة، أوكي، جيت كتبت الأرقام أنا بالدفتر مالي وأريد أجاوب، شلون أجاوب؟ جوابك راح يكون بناء على شنو؟ بناء على شنو؟ بناء على ما بعد القوس وقبل القوس. يعني أنت تجي على السؤال الأول هذا الإز والآر، تتذكر كلامي، الإز والآر تعتمد على منه؟ تعتمد على المفرد والجمع، تعتمد على المفرد والجمع. جيد جيد، كيز مفرد لو جمع، جمع الجمع ايش ياخذ؟ ياخذ ار. تجي تكتب بالجواب مالك هنا كلمه ار فقط، ما تكتب لي اي شيء اخر. زين، تجي على النقطه الثانيه، كاتب لي they taught our service لو them service. بما انه اني انسى نسيت اشرح لكم موضوع الضمائر الانعكاسيه، فلازم هسه اشرحه. الضمائر الانعكاسيه ناسين وما شرحين لكم، فسرح نشرح. شنو هي الضمائر الانعكاسيه يا حبيبي؟ الضمائر الانعكاسيه هي كلمه او عباره منه نفسك. الضمائر الانعكاسيه يعني مثلا اذا انت راح اقول لك نفسك، واذا اني راح اقول نفسي، واذا هي نقول نفسها، واذا هو نقول نفسه، واذا هم نقول نفسهم، واذا نحن يعني نفسنا. هاي الضمائر الانعكاسيه. فالآي اللي هي أنا، الآي شنو معناها؟ أنا. شلون أقول نفسي؟ النفسي هي كلمة ماي سيلف، هذول حفظ، هذول حفظ، يعني من أقول لك حفظ يعني واجبك مو واجبي. زين، هي اللي معناها هو. شلون أقول نفسه؟ هم سيلف، هم سيلف. زين، شي اللي معناها نفسها، العفو هي، شلون أقول نفسها؟ herself
هير سيل. زين ات اللي معناها هو وهي بس غير عاقل مو بشر مو انسان، هذا راح يقول ات سيلف نفسه او نفسها بس هو غير عاقل. زين يو اللي هي معناها انت او انتم، بس هي انت احفظها على انه انت، تصير يور يعني نفسك، يور سيلف نفسك. اذا هم جمع مثلا تجي تحكي مع جماعه تقولهم انتم، تقولهم يور سيلفز انفسكم. هسه عندي الجمع، هذول كل اللي حكيناهم مفرد، نفسك نفسي نفسها نفسهم نفسه نفسه نفسها العاقل غير عاقل، هاي كلها مفرد. الجمع منه ذي، باولي على الذي. الذي هم، شو انا اقول نفسهم؟ اقول ذم، ركز سيل لحد الان صح كله، لحد الان كله نفس الفوق اختلفت، فيز ذم سيل فيز. والوي منو هاي؟ اور لحد الان تمام، سيلف نفسه فيز، هذول الجمع. زين هذول شنو؟ هذول اسمهم الضمائر الانعكاسيه. شو يفيدوني؟ يفيدوني بسؤالين. السؤال الاول يعني النوع الاول من يجون اختيارات بالسؤال الثاني فرق بي اللي اي اللي هسه جانا، مثل هذا السؤال هسه جايني اختيارات، على منو اعتمد؟ اعتمد على الفاعل. الفاعل منو؟ باوع لي على الفاعل، الفاعل ذي. زين انت عندك الفاعل ذي، يعني الاختيار الصح منو؟ themselves، يعني اعتمد لي على الفاعل. اذا الفاعل I تختار myself، اذا الفاعل هي تختار himself، اذا الفاعل she تختار herself، اذا الفاعل it تختار itself. وعلى هذا الاساس اكو نقطة لازم احكي لك اياها، انه مو شرط يكون الفاعل هي، ممكن يجيك مذكر، يعني واحد اسمه علي من تقول نفسه هم تقول himself، واحدة اسمها هبة من تقول نفسها هم تقول herself، فالهي himself واسم المذكر himself، الشي herself واسم مؤنث مثل هبة قلنا هم herself. الات اذا جانا اسم غير عاقل، اسم غير عاقل مثلا my cat قطتي، وهذا جاي وزاري my cat قطتي itself. زين فهسه جاينا سؤال كاتبنا اي، باوع لي من قال لك اي كاتس انا قطعته اي كات. اختيارات himself قطعته نفسه، هي مو قطعت جرحت بس يعني المعنى الكامل، اي كات himself لو ماي سيلف. انت على شنو تختار؟ تختار بناء على الفاعل، باوع لي على الفاعل، الفاعل منو؟ الفاعل اي، الاي شو تريد؟ تريد ماي سيلف. جيد جيد، فاذا انا اختار الماي سيلف ليش؟ لانه انا عندي كلمه اي. زين لو فرضا جاينا كلمه شي، يصير اختار، يصير اختار الماي سيلف؟ طبعا لا تغيرت، شي كاتس هم جايب لنا هيم سيلف بهالشكل، هيم سيلف لو هير سيلف. زين شاركت البث سويت لايك، هاي الشي منو تريد؟ الشي او اسم المؤنث ياخذ هير سيلف، الشي او اسم المؤنث ياخذ هير سيلف، فاختار هير سيلف. زين جاينا كلمه ماي سيستر او ماي فادر، سوري ماي فادر، ماي فادر كات هيم سيلف، هيم سيلف وهير سيلف. هسه انت تريد تختار ماي فادر شنو تعتبره؟ شنو تعتبره؟ مذكر لو عاقل لو لو مؤنث؟ مذكر لو مؤنث؟ مذكر. بما انه مذكر اعتبره هي، واللي هيش تاخذ؟ تاخذ هيم سيلف. هيج بما انه مذكر اعتبره هي واللي هيش تاخذ؟ تاخذ himself، فتختار منه؟ تختار ال himself، تختار ال himself. بعد مثلا كاتب لك my mother، هسه تغيرت my mother امي، هم نفس العباره cats ونفس الاختيارات، هاي الاختيارات نفسها جايب لك اياها، تخيل انه هذا المثال تكرر. زين ايش كاتب لنا؟ كاتب لنا himself و herself. الصح منه؟ الصح منه شباب؟ الصح نختار herself. زين ليش استاذ هناك اختارينا؟ هسه يجي طالب ليش استاذ اختارينا هي himself؟ لانه ماي فادر مذكر والمذكر اعتبره هي. زين وماي مذر؟ ماي مذر مؤنث والمؤنث ايش اعتبره؟ شي. الشي ايش تاخذ؟ تاخذ herself. الشي شنو تاخذ؟ الشي تاخذ herself. زين هاي وحده، they اكيد تاخذ themselves، بس على هذا الاساس، على هذا الاساس. بس شوفوا لي هذا المثال الاخير قبل انه شويه بحركات، مكتوب ماي كات قطتي،
so فراغ and the mirror يعني mirror في المرآة نقطة herself نفسها يعني قطتي رأت نفسها herself نفسها و itself هم معناها نفسها. زين أستاذ شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق إنه الإتلي غير العاقل. زين قطتي عاقل لو غير عاقل؟ قطتي غير عاقل، فبما أنه هي غير عاقل راح أختار منه راح أختار الإتسيل. زين لأن قلنا إذا جانا اسم غير عاقل نعتبره إت، إذا جانا اسم غير عاقل نعتبره إت، فنختار إتسيل. هذه نوع من أنواع الأسئلة، وهاي أسئلته. شوف هذا السؤال واحد من الأسئلة، لأنه عندي ذي راح أختار الذمسيل، هذا واحد من الأسئلة. مثال آخر على الضمائر الانعكاسية، مثال آخر على الضمائر الانعكاسية، مثال آخر على الضمائر الانعكاسية. شوف لكم مثال. أوكي هذا المثال كاتب لنا I cut myself لو himself. الآي شنو تأخذ؟ الآي تأخذ myself، الآي تأخذ myself. شكرا. زين الآي تأخذ myself. هسه خلصنا. النوع الثاني شنو؟ النوع الثاني يجي بسؤال الإضافات، الكلمات المفقودة. هذا المثال السؤال الرابع، وينو المثال اللي جاي حتى أشوفكم يا بالمليم حتى ما يكون عندك خلل. أعتقد هذا، أي نعم هذا. شوف إيش كاتب لك، كاتب لك I صارت myself. هذا سؤال وهذا قصده. نرجع مع الحفظ نفس الحفظ. I صارت myself. الآي شنو صارت؟ الآي صارت myself. هاي الآي صارت، صارت myself. زين هي شنو تصير؟ تقول له himself. I صارت myself. هي تقول له himself. She herself. It itself. You yourself. They themselves. فحسب السؤال إيش موجود. فمن يقول لك I صارت myself قصده أريد ضمير انعكاسي مال الفعل، مال الضمير العفو. فكاتب لنا I myself. هي اللي هي لازم أنا حافظها himself، اللي هي صير himself بهالشكل، هي صارت himself. زين لو كاتب لي بدال اللي هي مثلا we أكتب له our selves، لو كاتب لي she أكتب له herself. إذا حفظ تعتمد على الحفظ، وبالاختيارات اعتمد على الفاعل، بالاختيارات اعتمد على الفاعل. نكمل مراجعتنا ونحل الأسئلة. هسه نرجع السؤال الأول جاوبناه are لأنه عندنا جمع، صح صح. السؤال الثاني they taught هم علموا، شو نختار له؟ نختار له themselves، نختار له themselves. ليش نختار له themselves؟ لأنه الذي تأخذ themselves. هيجي هاي بس على مود تكون الصورة أوضح للاختيارات مو للكتابة. زين what do we do لو are we doing now؟ باو علي شنو دليلنا هين؟ دليلنا كلمة ناو. الناو دليل منو؟ الناو دليل للآي إن جي. يعني إحنا إذا بدنا نكمل هذا الملف، نكمل هذا الملف اللي شنو نشرح به وينه؟ هذا الملف مال الإضافات. لحظة، إحنا منطينا إذا تذكرون انطينا المقارنة إي آر، العفو المقارنة دليلها الذان، والماضي when I was younger، والمستقبل كلمة will، والand للbetween. وهاي راح أقول لك كلمة now هي دليل الـ ing. كلمة now تختار منه؟ تختار لها ing. احنا شارحينه بس هسه مراجعة سريعة قلنا. فهسه أنا من شفت كلمة now راح أختار أم الـ ing. طبعا الطالب اللي ما شاف المحاضرة هسه راح تنزل باليوتيوب على قناتي اسمها الأستاذ نكتر حسن، اللي ما شاف المحاضرة مع المراجعة شارحها بالتفصيل شلون نختار، أكو أمور شرحناها فما راح بس أذكرك بيها. زين وسام جرانتس مادر إز أ فارمر، هي وركس إن لو أون فار. كلمة فار تريد منه؟ أنا قسمت لك هاي التقسيمات إلى ثلاثة، إنو أون وأت، إنو أون وأت. قلت لك الأت تأخذ كلمة هوم تحفظ لي إياها، والأون بها ثلاث كلمات، من هم؟ كلمة فار وكلمة بلدينج سايت وكلمة رودز. إذا شفت هوم اختار أت، وإذا شفت واحد من دول ثلاث اختار أون، إذا ما شفتهم اختار إن. زين هسه عندي فارم، الفارم منو تأخذ؟ الفارم تأخذ أون، فاختار أون.
زين هاي مراجعات سريعه. اللي بعدها عندي كلمه بات واند، كلمه بات واند اللي اختارها. شنو دليل البات والاند؟ دليل البات والاند انه اني، دليل البات والاند انه اني اجي قبل القوس وبعد القوس. هاي قبل القوس قبل، وهاي بعد. تجي لي قبل القوس، شكرا محمد علي. قبل القوس اذا شفت فارز السفلى تختار بط. قبل القوس اذا شفت فارز السفلى تختار منه، تختار بط. قبل القوس تختار بط، فارز السفلى شنو تختار؟ تختار البط. واذا شفت نوت او نت وين؟ بعد القوس. اذا شفت نوت او نت وين بعد القوس هم تختار بط. هسه صار عندنا شنو؟ اذا شفنا فارز قبل القوس نختار بط، واذا شفنا نوت او نت بعد القوس نختار اند. خلنا نفر الكاميرا على مود الكل يصير واضح. شكرا حسين، ثانك يو فيري ماتش. اوكي بط تو اند، قلنا الفارز السفلى نختار بط، والنوت والنت نختار بط. نشوف هاي الجمله بيها فارز السفلى بيها هاي التفاصيل. هاي الجمله قدامنا، اريد اختاراني. اجيت وين؟ اجيت قبل القوس، على اول قوس. هذا القوس اي هذا اشرت لك عليه، هذا القوس. اذا بي اكو فارز السفلى قبل اختار بط. زين اوكي ما عندي فارز السفلى، بما انه ما عندي فارز السفلى وين اروح؟ اروح بعد القوس على الجمله هاي، بعد القوس هاي الجمله بعد القوس. ادور المنو؟ ادور الكلمه نوت او نت. نوت هاي النوت او كلمه نت المختصره. منو لقينا؟ لقينا النت. هاي تشوفونها شفناها. بما انه عندي كلمه نت راح اختار بط. يعني احنا قلنا منو؟ الفارز السفلى او النوت او النت يريدون منو؟ يريدون البط. فاختاريت بط لانه عندي نوت بعد القوس. فعلى هذا الاساس مشاركات يا عيال. شكرا محمد علي، كفو والله كفو كفو. طلاب الثالث متوسط من هسه متحضرين، كفو محمدنا. زين A woolen scarf is thicker ER لو thickest EST. على منو تختار؟ تختار لي على كلمة ذان. شنو القاعدة؟ القاعدة عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار منو؟ ER. عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار ER. عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار ER. تعال نشوف، عندي كلمة ذان بعد القوس لولا موجودة صح؟ هاي كلمة ذان بعد القوس، شنو نختار؟ نختار ER. عند وجود كلمة ذان بعد القوس نختار ER. زين هسا احنا اخذنا 10 درجات بهذا السؤال، نروح على سنة أخرى. يا سنة دور أول 2019، نشوف القواعد مالها، نقدر نجاوب عليها؟ نشوف القواعد مالها. دور أول 2019، تعالوا نشوف. السؤال الثاني فرع أي، أيضا أرقم السؤال، اكتب 1 2 3 4 5 على هذا الأساس. زين كاتب لي ماي فاذر ليف لو ليفز. اختيارات منه؟ فعل مجرد وفعل بي اس. على منو نعتمد؟ طلابي اللي موجودين وياي من بدة البثوث، المفروض هاي القاعدة ما تنسون، قلت لكم القاعدة الذهبية. القاعدة الذهبية هذه، الفعل مجرد والفعل البي اس، على منو اعتمد؟ شوف هاي شرحته البارحة بالليل. على منو اعتمد؟ قلت لك الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون فعل شبي؟ فعل بي اس. الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون فعل ايش بيه؟ فعل بي اس. زين هسه انا ايش عندي؟ هسه انا ايش عندي قبل القوس؟ احنا جايين قبل القوس، يعني هذا المجرد والبي اس يعتمد على منو؟ يعتمد على الفاعل. اذا الفاعل هي فعل بي اس، اذا الفاعل شي فعل بي اس، اذا الفاعل ات فعل بي اس، اذا الفاعل اسم مفرد فعل بي اس. شكرا 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 لوجودكم جميعا. زين هسه شنو اختار؟ سيف عاشو ماي فاذر شنو هو؟ مفرد. المفرد شي يريد فعل بي اس، فاحنا ايش نحفظ؟ نقول الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون فعل بي اس. الهي والشي والات واسم المفرد ايش ياخذون؟ ياخذون فعل بي اس. اللايكات بطيئه يا عيال، اللايكات يا ولد. زين عندي منو؟ عندي وي، خليها ببالك هاي منو؟ وي. زين هاي الوي شو تريد؟ كاتب لك ماي سيلف لو اور سيلفز. شنو اتفقنا؟ نرجع عم اشوفك اياها ما تنساها، ادري بيك ادري بيك ما تنساها. لا لا ما تنساها. وينها والله؟
اعتقد هنا باو علي هو ايش قال لي؟ قال لي وي الوي شو تريد؟ تريد اور سيرفيس. يعني هسه ماكو شيء انا ما شارح لك اياه. الوي شو تريد؟ تريد اور سيرفيس حفظناها. فاذا لازم اختار اور سيرفيس. الوي تاخذ اور سيرفيس، فهسه صار عندك الاولى تختار ليفز لانه مفرد والثاني اور سيرفيس لانه وي. عندنا الماست والشود ما شرحت لك اياه مو؟ قول ما شرحته، يلا ما يخالف تعال نشرح. ابسط منها ماكو. جاينا سؤال، السؤال بيه مكتوب منه؟ مكتوب must و should. هاي المست وهاي الشود، شنو اختار؟ او حتى لا بيها نوت يعني مصنت او شودنت، مصنت او شودنت وياي. عنده وجود هاي احلى شيء، عنده وجود نقطة، بس ركز وياي، عنده وجود منه نقطة او فارزة سفلى، عنده وجود نقطة أو فارزة سفلى، عنده وجود نقطة أو فارزة سفلى. وين؟ ركز وياي وين؟ أهم شيء مكانه. بنهاية الجملة 100% موجود، بس أريدهم داخل الجملة أو داخل السؤال. زين؟ أريد الفارزة أو النقطة وين؟ داخل الجملة. عنده وجود نقطة أو فارزة سفلى داخل الجملة. نختار should أو shouldn't. نختار should يعني بين قوس، يعني اللي بيها إيش هذا؟ سواء منفية أو مو منفية، يعني بيها نوت أو ما بيها. عنده وجود نقطة أو فارزة سفلى، ترى هاي معلومة حلوة. عنده وجود نقطة أو فارزة سفلى داخل الجملة، نختار should أو shouldn't. زين، راح تقول أستاذ العاد هل تختار المست إذا ما موجود نقطة أو فارزة سفلى؟ زين، باوع لي على هاي الجملة الثالثة، شنو بيها؟ جملة هي أنا، شوف نقطة العفو، بيها نقطة، ما زالها بيها نقطة داخل الجملة. ها هاي النقطة ما لها علاقة بيها، منتهي من موجودة، بس ما زال عندي نقطة داخل الجملة، أختار منه؟ أختار الشود. إذا موجود عندي نقطة داخل الجملة أو فارزة سفلى، شنو أختار؟ أختار الشود. فعند وجود نقطة أو فارزة سفلى داخل الجملة، نختار الشود. نختار الشود. شكرا إيمان، الظاهر إيمان عجبتها الفكرة. يلا أوكي، عندنا أسأل الأول اختارينا، الثاني اختارينا، الثالث، الرابع شيلو إت. شيلو إت هذا يا موضوع، موضوع الضمائر. كاكاروت كرار شكرا. شيلو إت موضوع الضمائر، موضوع الضمائر أنا شارحه البارحة، بس الراجع يعني شيء السريع. هاي الضمائر، الضمائر شوف قدامنا ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وهاي التفاصيل. إحنا عندنا ضمائر الفاعل، شو وقت أختار الهي وش وقت أختار الشي وش وقت أختار الإت وش وقت أختار الذي وش وقت أختار الوي. زين طبعا هذا كله باليوتيوب، بس انا جاي اراجعه اذكركم بس. اذا الفاعل عاقل ومفرد اختار له هي، مثل ما حكينا قبل شويه، عاقل مفرد هي، عاقل ومؤنث ركز هذا مذكر يعني هو، اذا مذكر مثلا جاي يقول ماي فادر ابي اقول هي، يعني مثلا ابي دكتور، هو لو هي يعمل في المستشفى، ابي دكتور، ابي دكتور، هو لو هي أكيد هو، لأن أنا جاي أحكي عن منه، جاي أحكي عن مذكر. زين أمي دكتورة، هو لو هي أكيد راح أقول هي. شوف المثال، my father أبي صح، أبي is a doctor، is a doctor، أبي دكتور، هو لو هي ها راح أقول هو، هي العفو هي، هذه هو. زين من قلت لك my mother أمي دكتورة، لا راح تقول she، هالي انه ليش انا جاي احكي عن عاقل العفو مذكر ومؤنث. زين لعد هنا بهذا المثال نفسه، هذا جاي وزاري هلا هسه راح احله هسه. اي ليف ان بصره، انا اعيش في البصره، تكون في جنوب العراق، منو هي؟ البصره. زين اختار لها هي، راح تقول اي نعم هي، مو المشكله هاي معناها هي وهاي معناها هي، الفرق بيناتهم انه الاتل منو؟ الاتل غير العاقل. زين البصره عاقل لو غير عاقل؟ البصره غير عاقل. فبما انه انا جاي احكي عن البصره، يقول لك انا اعيش في البصره، تكون جنوب العراق، في جنوب العراق، من هي اللي جنوب العراق؟ اني لو البصره، هو منطيك خيارين، واحد شيء هي بس هذا منو قلنا للعاقل، وواحد ات هم هي بس لغير العاقل، فما زال جاي احكي عن البصره اللي هي غير عاقل، راح اختار له منو؟ راح اختار له الات، الغير عاقل نختار له ات. زين الان والان، العفو الان والان،
الان والاون يريد مني اختار منه، يريد مني اختار حسب ما بعد القوس. ركز وياي، الان والاون والات نختارهم حسب ما بعد القوس. قلت لك الان ما نعرفه، بس الان ثلاثة والات واحد. الات تاخذ منه، تاخذ كلمة هوم. اذا شفت كلمة هوم تختار ات. عندي ات بالاختيارات، ما عندي اذا لغينا هاي السالفة. بقى عندي لو اون لو ان. منو ثلاثة مالات الان؟ منو ثلاثة مالات الان؟ كلمة فار موجودة؟ موجودة كلمة فار؟ ما موجودة ما يصير اختارها. كلمة روتس موجودة؟ ما موجودة ما يصير اختارها. كلمة بلدينج سايت، دول الثلاثة بلدينج سايت، بلدينج سايت، هذول الثلاثة يريدون اون، ولا واحد منهم موجود. زين، انا هسه لا موجود مالت الان، العفو ما موجود مالت الات الهوم، ولا موجود مالت الان، اذا بقى منو؟ بقى الان. فاذا لازم اختار منو؟ لازم اختار ان. فانت تحفظ منو؟ تحفظ الاثنين دول، منهم الان والات. تقول الات اختارها من اشوف كلمه هوم، والان اختارها من اشوف فارم وبلدينج سايت وروتس. عدا هذا اذا ما اجوني دول الاثنين راح اختار ان. فهسه ما اجاني اي واحد منهم، راح اختار ان. نرجع، اجانا منو؟ اجانا البط والاند. انا قلت لك من تشوف فارز سفلى اختار بط، خلصنا. من تشوف فارز سفلى اختار بط. مثال اخر او اسئله اخرى بسنه تمهيدي 2019، تمهيدي 2019 اريد اختار اختيار صح للقواعد. سؤال قواعد، قلنا السؤال الثاني فرع اي، جينا عليه. يا موضوع الاول، شي از ويرينج وايت دينم لو دينم وايت. منو هذا الموضوع؟ موضوع ترتيب الصفات. نشوف موضوع ترتيب الصفات شلون رتبنا. هذا موضوع ترتيب الصفات. ريلاكس، خلنا نرتاح يا ولد. تحت التعليقات ترى ما يصير هيك. يا الله، هلاو جايز، كاكارات، شكرا، عليكم السلام. هلا جعفر، هلا أسيل أسل، شرحك حلوة، الله يحفظك يحفظ الجميع إن شاء الله. تدللون شباب. ايش ناخذ ورا القواعد؟ راح ناخذ سؤال اضافات. شرحك حلو، شكرا شكرا شكرا، توني قعدت من النوم، نوم العوافي ان شاء الله. شكرا للدعم، شكرا، حسوني حيا حسوني. يا ولد فت سكرين سكرين، يا نزلوهن بقنواتكم انتم، انشرونا شوفونا مشاركاتكم الحلوه. اشرح اسقاطات حبيبي، الاسقاطات حفظ ما لها علاقه. اموري شكرا. سؤال ثاني فرع بي ان شاء الله. شكرا علي، والله كفو على المشاركات، كفو والله. سيف رنا، الاي والبي ان شاء الله ان شاء الله. بس خلينا نخلص القواعد، يعني انا جاي ارتبهم موضوع موضوع. يعني من اخلص القواعد راح اشرح لكم السؤال الرابع فرع اي وبي، اللي هي التنقيط، الخطوه التنقيط والاضافات. هذول يصيرون ايش قد؟ يصيرون 30 درجه، وعندنا الانشاء 20 درجه، هاي 50. من نخلص منهم احنا سيطرنا، بعدها نجي نضيف، نجي نضيف التوصيل والقطعه الخارجيه وال الأسئلة الأخرى، إذا يعني موجود فيها عليها فد نقطة معينة أو سؤال أو عندكم موضوع ما فاهمينه. الأوبزيت غلط، شنو اللي غلط بيها حبيبي؟ اشرح المعاكسات، هو هو بعد ما نخلص القواعد هسه إن شاء الله. اشرح بالنهار لأن النت ضعيف. صلاح يقول الأوبزيت غلط، شنو صلاح الغلط؟ ما فهمت والله. يعني هو مو غلط، شوف ترى مو ما أعرف، بس يعني تصدف إنه أنا من قد ما أكتب نفس اليوم العبارة نفسها يجوز أكتبها ألف مرة. فيصير عندي، يصير عندي مو خطا، انما هيش نسيان، فيجوز والله عادي جدا. وانا ترى بث مباشر، يعني مو تقول محضر الموضوع او لا، جاي اشرح مباشر. فاذا طلعت منا طفرت منا كلمه كلمتين تحملونه، بس بالاحرى ان شاء الله ماكو اي اخطاء.
كفو مشاكسة كفو. امتى فتحت بث؟ بث 2:30. ممكن الجمل الأمرية بسيطة بالجيب. شكرا سارة. بنين قناة اليوتيوب بها شرح كل الكتاب لو شنو؟ كل الكتاب بس بنفس هاي الصيغة، يعني ما جايك مثلا على موضوع موضوع، يعني شرح عام تام هيك مع المراجعات. استاذ ما تكمل؟ بلين كمل. اني هاله هلا هاله هلا 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 بهاله. شكرا حسين. يا صف تشرح سادس ابتدائي حاليا. يا الله خادمة صاحب الاسم ما كامل. شكرا. يا الله سد التعليقات شباب، نبدأ بتركيزنا على موضوع ترتيب الصفات. انتو جوز الاسم عندكم يختلف، حجم لون مادة سمونه كيفكم، احنا ما لنا علاقة بهاي، احنا اهم شيء شلون نجاوب. حجم لون مادة هذا الموضوع أو ترتيب الصفات. ترتيب الصفات قلت لكم احنا عندنا ثلاث صفات باللغة الإنجليزية، واحدة تابعة للحجم، اوكي، الصفة الأولى تابعة للحجم، وواحدة تابعة للون، وواحدة تابعة للمادة. حجم لون مادة، فقط ثلاث صفات عندك، وبالأخير يجيك اسم الشيء اللي أنت جاي توصفه، اسم الشيء اللي أنت جاي توصفه. فإذا تجي تلاحظ ايش عندي، يعني عندي أول واحدة لازم تكون الحجم. يعني إذا جانا اختيارات، ركز وياي ركز وياي، جايك اختيارات، كلمة بيك شنو؟ حجم، صح؟ وكلمة ريد أحمر لون، هذا اختيار أول. الاختيار الثاني كاتب لك ريد بالبداية وحجم ثاني وحدة. ياهو الصح وياهو الخطأ. الصح أنه لازم الحجم بالبداية، الحجم وبعدين اللون، لأن احنا نمشي على كلمة منو؟ كلمة حلم. شنو يعني كلمة حلم؟ الحاء يعني حجم، واللام لون، والميم المادة. حاء لام ميم، حاء لام ميم. شكرا خادمة، يا ربي يحفظك إن شاء الله يا ربي، شكرا. فإذا حاء لام ميم، حاء لام ميم، زين. هسا أنا عرفت إنه حاء لام ميم يعني حجم أو حلم، حلم على ترتيب حجم لون مادة، زين. شو اتفقنا؟ اتفقنا إنه لازم الحجم يكون بالبداية، هذا إذا جاني حجم، زين. ما أجاني حجم، جاني لون بالبداية أو كاتب لي كلمة ريد، باوع لي كاتب لي كلمة ريد هنا، وهنا كاتب لي قطن. منو قطن؟ قطن مادة، زين. هل الصح أخلي القطن بالبداية اللي هو مادة؟ الصح أنه بالعكس، أنه القطن بالنهاية، صح؟ واللون قبله، لأن هو الترتيب شي يقول؟ يقول لك حجم لون مادة، فأنت عندك اللون وبعده منه؟ وبعده المادة. فأنت تجي للاختيارات، اختيارين راح يجيك، واحد صح وواحد خطأ. تشوف الترتيب الصح هو هذا الاختيار الصح، يعني اللي يمشي به حجم لون مادة هو هذا الصح، اللي يمشي به حجم لون مادة هو هذا الصح. هذا المثال جاي وزاري ونفسه اللي أنا صراحة أحله بالأسئلة. باوع لي كلمة وايت هي كلمة لون، وايت أبيض، زين. وكلمة دينم، دينم منو؟ مادة قماش. فياهو الصح أقول وايت دينم يعني لون مادة، لو دينم وايت يعني مادة لون، فالصح منو؟ الصح أنه وايت دينم، وايت دينم، لأنه اللون قبل المادة. إحنا قلنا منه حجم لون مادة. فهسه إذا تروح للاختيار، سوري، إذا تروح للاختيار اللي جاينا بالوزاري هذا، كاتب لك وايت دينم لو دينم وايت، هذا حجم لون مادة. فأنت من شفت كلمة وايت بالبداية دائما هي الصح، أو إذا شفت كلمة دينم لازم تكون دينم بالنهاية، مو دينم، أي مادة، كوتون، جلاس، ميتل، أي مادة لازم تكون وين؟ لازم تكون بالنهاية، أي مادة لازم تكون بالنهاية. فهسه عندنا كلمة دينم هي بالنهاية، إذا هذا هو الصح. فأنت لا تشوفهم أربع كلمات تختار واحدة منهم، لا، هذا مو أربع كلمات، هذا اختيارين، اختيار أول يقول لك وايت دينم، واختيار ثاني يقول لك دينم وايت، زين؟ لا عبالك، يعني أكو طالب اختار بس كلمة وايت أو كلمة بس دينم، لا، القصد إنه وايت دينم هو ترتيب صح، يعني هذا لون وهذا مادة، هذا لون وهذا مادة، على هذا الأساس تختار، زين. عندنا يا موضوع بعده، عندنا يا موضوع، عندنا this with this، this with this. This with this بقاعدة بسيطة جدا، أنا إيش قايل لكم بيها؟ والله خلنا ندور This with this من شرح البارحة، هي أنا This with this على هذا الأساس تختار. أخوي
انت تجي للجمله هاي، انت مو تجيك جمله مكتوب بالبدايه ذي سودس وتريد تختار هاي الجمله، هاي بالاصفر راح اسوي لك اياها جمله، هاي الجمله جمله السؤال والقوس بي واحد من هاي الكلمات زين، ايضا هاي الجمله والقوس بي واحد من الاختيارات. انت شلون تعرف؟ باوع لي على الجمله، اذا بيها كلمه از اختار ام الاربع حروف، اذا بيها كلمه از اختار ام الاربع حروف، واذا بيها كلمه ار اختار ام الخمس حروف، اي وحده، كلمه از اختار اربع حروف، كلمه ار اختار خمس حروف. هسه انا جتني الجمله مكتوب بيها كلمه از، منو اختار الاز؟ منو تريد ام الاربع حروف؟ منو ام الاربع حروف؟ هاي ام الاربع حروف. تعرف تقرا ما تعرف تقرا احسب، اوكي اختار ام الاربع حروف. ليش؟ لانه عندي كلمه از. نشوف المثال اللي جاينا وزاري. هسه انا ما اعرف شنو اختار، بس لقيت كلمه ار، ما زال لقيت كلمه ار ام الخمس حروف، ام الخمس حروف، فاختار ام الخمس حروف على هذا الاساس. هاي بسيطه ما بها اي مشكله. فاذا عند وجود كلمه از اختار اربع حروف، عند وجود كلمه ار اختار خمس حروف. هاي الملاحظات البسيطه هي اللي تنجحك. زين، الموضوع اللي بعده شنو جاينا؟ الموضوع اللي بعده جاينا الان والاون والات، نفس الموضوع اللي شرحناه قبل شويه وما حاجه نعيد. راح نجي نقول ات منو تاخذ؟ ات تاخذ كلمه هوم، اذا موجود كلمه هوم راح اختار ات. زين، ما موجود كلمه هوم اذا راح اختار كلمه ان. زين، البي والتو بي، هذا موضوع البي والتو بي انا شرحنا. شوف القاعده اقراها انت كونك اقراها بالعربي. دائما ايش نختار؟ تو بي. عند وجود كلمه تو قبل القوس ايش نختار؟ بي. الحال دائما اختار تو بي، بس اذا شفت كلمة تو قبل القوس شنو تختار؟ إذا شفت كلمة تو قبل القوس تختار بي، يعني إجاك قوس مكتوب بي بي وتو بي، هاي بي وهاي تو بي، تريد تختار أنت شنو تختار؟ إذا موجود كلمة تو تختار بس البي، إذا ما موجود كلمة تو تختار البي التو بي العفو. يعني هي من الأخير، شوف هاي تو شنو تحتاج حتى تصير تو بي؟ تحتاج بس البي، فتو بي. اذا ما حاجه ماكو تو، ماكو تو، شنو تحتاج حتى تصير تو بي؟ تو بي كامل. فانت لازم يكون عندك تو بي، لازم يكون عندك شنو؟ تو وبي. فاذا موجود كلمه تو قبل القوس تختار فقط بي، واذا ما موجود تختار تو بي. ودائما ليش كاتب لك دائما؟ لان جايه بالوزاري، دائما اختار تو بي، دائما اختار تو بي، يعني ما جايه قبل القوس كلمه تو. فإذا تجي تلاحظ موجود عندنا كلمة تو، ما موجود عندنا كلمة تو، فبما أنه ما موجود كلمة تو منو الاختيار الصح؟ الاختيار الصح هو كلمة تو بي، دائما نختار تو بي. البط والآند ماكو فارزة سفلى ولا اكو نوت ونت، راح اختار آند. احنا شو اتفقنا؟ عند وجود كلمة، عند وجود فارزة سفلى اختار بط، لو موجود هنا فارزة سفلى راح اختار بط، ما موجود. زين، ولا موجود نوت أو نت بعد القوس، هاي النوت وهاي النت ما موجودات، فما زال ما عندي لا نوت ولا نت ما يصير اختار البط، ما يصير. اذا اختيار الصح منه؟ اختيار الصح هو الان. هنا مشكله صراحه، مشكله. ليش مشكله؟ احنا اتفقنا انه اذا عندنا نقطه او فارزه سفلى نختار شود، صح؟ وهاي عندنا نقطه. زين، هسه قبل شويه اللي كانوا موجودين بالبيت قلت لك اذا جاك اختيارات واحد مست وواحد شود، واحد مست وواحد شود، إذا عندك نقطة، هاي النقطة أو الفارزة السفلى داخل الجملة اختار منه؟ اختار الشود. المشكلة شنو؟ المشكلة عندي اثنيناتهم شود، واحد شود وواحد شودنت، واحد شود وواحد شودنت. زين استاذ بهيش حالة على منه اختار؟ صراحة إذا اجاك هيك سؤال الأفضل انه تتركه، الأفضل، بس راح افهمك اياه لربما هو يجيك. شو مكتوب؟ مكتوب I have a toothache، لدي ألم أسنان. شكرا الرسول، مشتاقين يا هذا. I have a toothache، لدي ألم أسنان. أنت واحد نصحني قال لي أنت الشود شنو معناها؟ معناها يجب، الشود معناها يجب، والشودنت لا يجب. زين، أنا عندي ألم أسنان، يجب لو لا يجب؟ يجب لو لا يجب؟ go to the dentist، إلى طبيب الأسنان، يجب أن أذهب إلى طبيب الأسنان لو لا يجب؟ يجب، يجب أن أذهب إلى طبيب الأسنان. فهذا يعتمد على معنى الجملة، يعني ما بي في الطريقه اقول لك من تشوف هاي خلي هاي، ما بي. اما لو كان مثلا الاختيار هنا بدل هاي الشود موجود كلمه مصنت، مص مصت، يلا موجود كلمه مصنت، من تشوف نقطه او فارزه سفلى دائما اختار الشود، من تشوف نقطه او فارزه سفلى دائما اختار الشود.
من تشوف نقطة أو فارز أسوف لا دائما اختار الشود. زين يا أبا، فهيك نختار الشود والشودنت، هيك نختار الشود والشودنت يعتمد على المعنى. بس إذا شفت ماست وشود يعني أنت عندك اختيارات، واحد بي ماست أسود، هاي الكلمة ماست وهاي كلمة شود، أنت وين تروح؟ تروح قبل ال تروح على الجملة هاي اللي موجودة هنا. إذا لقيت بيها نقطة اختار شود، وإذا لقيت بيها فارزة سفلى اختار شود. زين، شكرا فاطمة. إذا لقيت نقطة اختار شود، وإذا لقيت فارزة سفلى اختار شود، وإذا ما لقيتهم أكيد تختار الماست، أكيد تختار الماست. زين يابا، زين هسه أسئلة أخرى، قواعد أيضا. أوكي، المثال الأول هو منه موضوع ترتيب الصفات اللي حكينا عنه هسه، حجم لون مادة. حجم لون مادة عندك اختيارين، الاختيار الأول مكتوب بيه كوتون، كوتون كولورفول، والاختيار الثاني كولورفول كوتون. احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه دائما المادة بالأخير، حجم لون مادة، حجم لون مادة آخر شيء المادة، المادة هي القطن. يصير اخلي المادة بالبداية؟ ما يصير. اذا هذا هو الصح، دائما المادة وين تكون؟ المادة تكون بالأخير، دائما المادة وين تكون؟ تكون بالأخير. زين شباب، دائما المادة تكون بالأخير. فليش اختاريت انا هسه كلمة الثانية؟ ليش اختاريت الثانية؟ الثانية اختاريتها لانه كلمة colorful هي لون، فأنا ما يصير اقول مادة لون. الصح هو منه لون مادة، الصح هو منه لون مادة، فاختاريت لون مادة. زين، الدو والدز اول موضوع شرحناه البارحة، يعني مو اول موضوع، ثاني موضوع. الدو والدز بيا موضوع بسؤال الهاو ماني، بسؤال الهاو ماني. شكرا زهرة. بسؤال الهاو ماني عندك منو؟ عندك دو والدز. شوف ارجع لكم اياها بس كون ما ماسح الملاحظات. لا 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 نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا. هذا الموضوع، هذا الموضوع نأشر باللون الأخضر. عندي كلمة هاومني مثل ما أجانا بداية السؤال، وراها اسم جمع، وراها لودو لودز. ايش قايل لك أنا؟ قايل لك هاي الدو والدز يعتمدون على الكلمة بعد القوس، على الاسم هذا الدو والدز يعتمدون على الكلمة الموجودة وين؟ الموجودة بعد القوس. فأنت من تجي تشوف دو ودز تشوف لي الكلمة بعد القوس منه، وياي الكلمة بعد القوس منه. فإذا تجي تلاحظ، تعال لاحظ أنا وأنت، يقول لك إذا عندك بعد القوس هي تختار دز، بعد القوس هاي الكلمة لقيتها هي اختار لي الدز. احنا ايش قلنا؟ قلنا الهي والشي والإتو اسم المفرد يأخذون فعل بي اس، القاعدة المشهورة اللي ما يصير تنسونها، هي شيء اسم مفرد ياخذون فعل بي اس. فهسه عني اذا هي بعد القوس اختار داس، شي داس، ات داس، اسم مفرد داس، الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون فعل بي اس. زين، اذا اجاني ذي يصير اختار داس؟ لا، اختار دو. وي دو، يو دو، اي دو، واسم جمع دو. فاذا اجانا هي شيء اسم مفرد نختار داس، وإذا جانا they we you I اسم جمع نختار do. هيك أنا أختار. زين، نشوف بعد القوس شنو اللي جانا. جانا كلمة you، جانا كلمة you، you من جماعة الدو لو الدز، you من جماعة الدو لو الدز، هي أنا هاي اليو من جماعة منو؟ من جماعة الدو، فأختار do، أختار الدو. إذن هي شيء اسم مفرد أختار فعل بي اس، ما عندي لا هي ولا شيء ولا it ولا اسم مفرد، ما يصير اختار الفعل البي اس، اختار الفعل ما بي اس. خيش احفظ. هم عندي الشد والشد تتكررت، قلت لك حاليا انا ما عندي ماست وياه حتى اختار من النقطة، لو قلت لك لو موجود ماست اختار من النقطة، لازم هي نعتمد على المعنى. اذا نجي نقراها يقول لك I have a stomach ache، يعني ألم معدة، لدي ألم معدة. زين، أنت يجب لو لا يجب تأكل الكثير من الكيك؟ لا يجب. قبل شوية من كان عنده ألم أسنان قلنا له يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان. هسا عنده ألم معدة يأكل الكثير من الكيك، صرت تقول له أنت يجب أن تأكل الكثير من الكيك؟ هو عنده ألم معدة؟ لا يجب. فإذا الاختيار لا يجب، شدنت
shouldn't. اوكي هذا اعتمدنا به على المعنى. زين السؤال اللي بعده موضوع تو تو تو، هذا ما شرحناه بعد يعني بالمراجعه، ما شرحناه بالمراجعه، راح نفتح له صفحه جديده حتى نشرحه. التو تو تو كم تو عندنا باللغه الانجليزيه بثالث متوسط؟ عندنا ثلاث توات. التو الاولى اللي هي هاي، التو الاولى اللي هي هاي معناها الى. شنو معناها؟ معناها الى، هذا المعنى مالها. تختارها شو وقت؟ اذا كان بعد القوس مكان، اوكي، او فعل، مكان او فعل. اذا شفت بعد القوس مكان تختار تو، يا تو منهن اللي بيها الاو وحده. زين هاي الاو وحده. زين التو الثانيه، التو الثانيه تختارها، يا التو الثانيه اللي بيها اثنين او، اثنين او. شو وقت تختارها؟ تختارها اذا شفت بعد القوس. طبعا شنو معناها؟ معناها جدا او ايضا، بس هي على الاغلب تجي معنى جدا يعني بالسادس ابتدائي جدا. اوكي جدا ايش تختارها؟ شو وقت؟ اذا شفت بعد القوس صفه، يعني مثلا جميل جدا، غالي جدا، كبير جدا، صفه. زين التو الثالثه اللي هي ام الدبليو اللي معناها رقم اثنين، التو الثالثه اللي هي ام الدبليو اللي معناها شنو؟ معناها رقم اثنين. زين يعني اثنين 1 2 1 2. شو وقت تختارها؟ اذا شفت بعد القوس اسم جمع. راح تقول لي استاذ شلون اعرف جمع؟ ينتهي بالاس، ينتهي بالاس. اكو معلومه اخرى، انه اذا جت الاختيارات نهايه الجمله اخر شيء بالجمله اختيارات، كلمه تو هي اللي ترهم هاي اللي معناها ايضا. اذا جت الاختيارات نهايه الجمله وعندك تو بتو، ايش تو بتو؟ اختار هاي. هاي ليش؟ لانه تو ايضا تجي بنهايه الجمله. مثلا تقول انا اتكلم اللغه العربيه، انا اتكلم اللغه العربيه والانجليزيه ايضا، والانجليزيه ايضا مثلا، هذا مثال اخر. فكلمه تو هاي اللي بيها دبل او دائما تجي بنهايه القوس. فاذا جاك اختيارات واحد بي تو العاديه اللي بيها او وحده، واحد بي تو ام الاثنين، بس بنهايه الجمله اختار تو هاي. هاي شوف وين جايه، جايه بنهايه الجمله. زين فهسه احنا جاينا السؤال يقول منو؟ جاينا اي هاف تو لو تو، تو لو تو فريندز. كلمه فريندز تنتهي بالاس يعني جمع، فما زالها جمع. منو اللي يرهم؟ منو اللي يرهم؟ يرهم التو رقم اثنين. ليش؟ لان يعني شوف انا ايش قايل لك، ين قايل لك اذا اجاك اسم جمع تختار التو رقم اثنين. اذا اجاك اسم جمع شنو تختار؟ تختار التو رقم اثنين. ليش؟ لانه عندك اسم جمع، لانه عندك اسم جمع، على هذا الاساس تختار التو تو. زين لو فرضا جايك مكان كاتب لك اي ام going، I am going، أنا ذاهب، okay to to school. كلمة school إيش تعتبرها؟ تعتبرها مكان، فبما أنه هي مكان راح أختار to الأولى. مو this car، this car is to to، this car is to to. بعدها كلمة cheap، شنو cheap؟ رخيص، expensive، غالي، صفة، ما زالها صفة، راح اختار التو ام الاو مكررة، التو ام الاو مكررة، لأنه شو تريد؟ لأنه تريد صفة، لأنه معناها جدا، هذه السيارة رخيصة جدا، هذه السيارة غالية جدا. زين؟ فنختار التو تو تو حسب ما بعد القوس، اتذكرها حسب ما بعد القوس، راح تتكرر عندنا. لحظة. اوكي شباب سوري، هذا بالنسبه لموضوع التو تو 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 تو. زين نرجع على موضوع الباتو الان، ما عندنا فارزه سفلى ولا عندنا نوت او نت. طبعا ها يجي طالب يقول استاذ عندنا فارزه سفلى بس بعد القوس. لا انا اريدها قبل القوس، الفارزه لازم تكون قبل القوس، يلا تختار البات. فاحنا قلنا اذا عندنا فارزه سفلى قبل القوس، نوت ونت بعد القوس،
نختار بات، ما عندنا لا نوتونت ولا فارس السفلى، راح اختار انت. زين، الموضوع اللي بعده موضوع منه، موضوع الضمائر اللي قبل شويه شرحناه، هو وهي، هو وهي، نعتمد على الفاعل الاول. ايش كاتب لنا؟ ماي براذر، اخي. ركز وياي، ايش قلت لك؟ قلت لك اخي. انا شارب، هذا الضمائر وينه؟ هذا الضمائر، هذا. زين، شرحناه وحكينا به هسه. ماي براذر، اخي، وانتس تو ورك، يريد ان يعمل، ان ا ريستورنت، في المطعم. اتس هو، لو اتس هو، الفرق بين الهو الاولى والهو الثاني انه هذه عاقل وهذه غير عاقل، الات غير عاقل. زين، يحب الطبخ، الكلام عن منه؟ الكلام عن اخوي. ماي براذر عاقل لو غير عاقل؟ عاقل، فما زالوا عاقل، راح اختار هي. لو جاي يحكي لي عن المطعم، لا راح اختار ات. بس هسه هو جاي يحكي لي عن اخوي، يقول لي اخي ايش بي، ايش بي اخي، يحب الطبخ، فما زال يحب الطبخ، اكيد راح اختار هو العاقل. اوكي، الموضوع اللي بعده، ها الموضوع اللي بعده شنو؟ خلاص هسه قطينا كل أسئلة القواعد، كل أسئلة القواعد، القواطع، القواعد. زين، راح أوقف البث للحظات على مود شنو؟ على مود هذا الفيديو أنزله من ضمن القواعد، وأبدي بث جديد اللي هو لشرح سؤال الإضافات اللي هو هذا، سؤال الإضافات اللي هو هذا، المعاكسات يسمونه. هذا السؤال الرابع، فرع أي وفرع بي، الخطوة التنقيط والإضافات، هذول راح نبدي بهم إن شاء الله. بس راح أوقف البث لثواني، قلت لك على مود شنو أوقفه؟ يعني أوقف البث أخرج وبعدين أرجع أفتح بث جديد. على مود هذا البث الأول اللي هسه أنا جاي أحكي بيه، راح أنزله وين؟ باليوتيوب باسم القواعد، والبث الجاي لا باسم الإضافات. فهسه راح أسد البث لحظات، يلا سي يو.